دوروا من دوما هلا عطيتيها مش اسهال اسهال شديد كثير وحراره عاليه كثير ما عم تنزل بنوب جبنا اخذنا دواء ما استفدنا شيء بنوب أنا ما بديش لا رعاية ولا بدي شيء بس بدي أولادي يعني نحن نفذنا من الموت عشان أولادنا الجو العام اللي لا يساعد الأطفال على العيش بصورة حسنة أو ظروف جيدة خاصة الأطفال أقل من سنة ونصف اللي الحالة ديالهم تكون ما تستحملش الأوضاع يعني إحدى الناس يعني مريض السكري وباجي وبجيب وبساوي يعني بكل احترام وبكل أدب وبكل يعني شو بقدروا يساعدونا